نرحب فيكم من جديد مشاهدي القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت وحلقة جديدة من برنامجكم الثقافي أجندة ثقافية. عندنا العديد من الفعاليات راح نغطيها من خلال هذه الحلقة، خلكم ويانا. بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد جدا بتواجدي اليوم معاكم في مهرجان المسرح العربي بدورة الثامنة التي تقام في دولة الكويت، وهذا المهرجان الذي أصبح اليوم عرس فني عربي يجمع كافة أقطار الدول العربية ويلتقون من خلال هذا المحفل لتبادل الخبرات وأيضا تبادل المجالات الفنية من مسرحيات وأعمال ونصوص، مما يضفي لا شك على الكوادر الفنية في المسرح من ممثلين ومخرجين ومؤلفين وأيضا صناع سينوغرافيا، يضفي عليهم طابع من الخبرة لا يستهان فيه. لذلك نرحب بجميع الوفود العربية التي أتت اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في هذا المهرجان، مثمنين الدور الكبير الذي يلعبه المجلس الوطني للثقافة والفنون في دولة الكويت، مما لا شك فيه أنهم يقدمون الدعم الكبير المادي والمعنوي لمثل هذه المهرجانات. وأيضا لا يفوتني أن أرفع آيات الشكر لمعالي وزير الإعلام ووزير الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح لرعايته وتبنيه لمثل هذه المحافل. الشكر الأكبر جدا جدا لوالد الجميع وربان السفينة وقائد هذا العمل والأعمال الفنية في دولة الكويت والإنسانية، حضرة صاحب السمو أمير البلاد أبونا الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، الذي تكرم مشكورا لرعاية هذا الحفل وهذا المهرجان بعطف من لدن سموه ليس بمستغرب، فهو يعني رائد الثقافة ورائد الإنسانية ورائد العمل الاجتماعي في الوطن العربي بل في العالم قاطبة. مشكورين تلفزيون دولة الكويت اللي عودتونا دائما على حضوركم مهرجاناتنا وتفاعلكم وتواجدكم، هذا أكبر دور وأكبر داعم لنا. دكتور حسن رشيد، باحث وناقد مسرحي، في حقيقة الأمر أنا سعيد أني أكون في دولة الكويت وسط أصدقائي وسط كوكبة من أبرز المسرحيين العرب من المحيط إلى الخليج في الدورة الثامنة لمهرجان الهيئة العربية للمسرح. في حقيقة الأمر أن هذا المهرجان يساهم ويقدم في حقيقة الأمر في كل دورة مجموعة من أبرز الأعمال المسرحية اللي تؤكد على أن مسرحنا بخير، كل هذا بدعم صاحب السمو الشيخ سلطان القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الرئيس الأعلى للهيئة العربية للمسرح. في هذه الدورة يمكن هناك مجموعة كبيرة من الورش بالإضافة إلى الندوات الفكرية بالإضافة إلى العروض المتميزة من مجموعة كبيرة من الدول العربية الشقيقة. أعتقد أن مثل هذه المهرجانات حافز جديد بالنسبة لنا إحنا من خلال التقائنا بكوكبة من أبرز المساهمين في هذا الإطار اللي يحاولون قدر المستطاع أن يخلقوا تواصل وحميمية مع الحراك المسرحي ليس على النطاق الخليجي ولكن عبر
منطقة دول العالم أجمع. أنا سعيد في حقيقة الأمر بتواجدي في كل الدورات، ويمكن هذه الدورة يمكن من أهم الدورات، خاصة أن هناك مشاركات وفعاليات متعددة مثل ما قلت في الورش، في الندوات، في استضافة مجموعة كبيرة من رموز المسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن رجب من الإمارات. احنا اليوم متواجدين في المهرجان العربي المسرح، مهرجان المسرح العربي، وهذا التواجد طبعا احنا نقول كفاية، يعني انك تشوف أساتذة ودكاترة من جميع أقطاب الوطن العربي، وآخر ما وصل له المسرح العربي من خلال هذه العروض اللي نشوفها. أهمية هذا المهرجان هو الالتقاء والاحتكاك بهذه الفرق، ونشوف إلى أي مدى وصل المسرح وعطاءه والمفردات المسرحية اللي احنا قاعدين نشوفها من خلال هذا. أكيد هناك في فائدة كبيرة بالنسبة للخليج وللخليجيين وللشباب والجيل الموجود عندنا. هذا الاحتكاك وهذا التواصل ما بين، يعني احنا نأمل أن تكون هناك أيضا العروض باعتقادي أنها متطورة. صحيح هناك عروض متذبذبة وفي عروض متطورة، لكن لابد أن نشوف إلى أي مدى وصل هذا المهرجان ومدى هذا التطور والتقدم من خلال هذه العروض، ومن خلال خاصة المشاركين عندنا يعني أسماء ما شاء الله عليها يشار لها بالبنان من خلال الوطن العربي كله. سميت سمبيج، فنان إماراتي. طبعاً نحن سعداء بتواجدنا في دولة الكويت الحبيبة، واللي أنا أعتبر نفسي جزء منها بما أنني أنا خريج المعهد العالي للفنون المسرحية. وبالنسبة لمهرجان المسرح العربي حقيقة الآن عن طريق الهيئة العربية للمسرح، وهذا المهرجان في دورته الثامنة يؤكد ويصر على المسرح الجاد والمسرح الحقيقي والفعال. هذه الدورة الثامنة تؤكد أن المسرح سيبقى رصين ومبدعيه سيحافظون على جميع عناصره. وبكذي نكون وصلنا معاكم مشاهدي القناة الأولى من تلفزيون دولة الكويت إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج أجندة ثقافية. إلى أن نلتقيكم في حلقات قادمة لكم ومن فريق العمل كل التحية.